فانا حين بكر عمل لي توكيل احتياطي من قيمه شهر قبل ما اسافر وقال لي يعني ده انا بعمله كده ليك وانا ما عنديش ثقه في حد غيره طبعا يعني زميل عمري بقالي معايا اكثر من 40 سنه فاحنا طبعا كنا يعني ك أعضاء مجلس الكابتنية الوسطية كنا متفقين أنا والسكان مع أعضاء المجلس معانا كلنا على إن إحنا لازم حد يمثلنا بقامة وقدر الفنان حين بكر إنما وجدنا يعني بعض الصفات الدنيا إمبارح النهاردة لما جينا شفنا الوضع على الطبيعة يعني وجدنا إن في بعض الإخوة من أعضاء مجلس الإدارة يعني مش هنضمن إلا 12 تخلص فبناء عليه احنا اتصلنا بالاستاذ حسن بكر وشرحنا له الوضع فقال لي انت معاك التوكيل اعلن انسحابي عن الترشح الرئاسي للاتحاد المقابل تمام يعني دلوقتي خلاص احنا علمنا بناء على غلط لا انما ده الصدق بقى حتى رحمي التوكيل ما اقدرش الصدق الا لما استاذن طبعا ادبيا لازم اعمل طيب على كده مثلا الحكومه في الاستاذ سامح السليتي والاستاذ عمر من قبل تمام ان شاء الله تمام ربنا يولي من نصح فيهم ان شاء الله المنطق المحلي مش الطبيب رئيس اتحاد النقابات رئيس الثلاث دواهي نقابه المسلمين بمشاكلها بمعوقاتها بكل اللي فيها والسينمائيين والممثلين فربنا يعين اللي جاي بجد انا بشفق عليه مشاكلها كتير جدا من بعد الفنان سعد الدين وهبه ومن بعد السيد راضي والفنان الاستاذ ممدوح الليسي يعني الامور يعني وبعدين جه الاستاذ هنا فيعني الامور يعني رئيس اتحاد النقابات الفنيه ده عليه عجز وعليه يعني التزامات كثيره تجاه الثلاث ربنا يعين اللي جاي ان شاء الله وربنا يولي من شاء الله.